عايزين نخش بقى في الشغل الصح داخل الفلاش. المحاضرة دي هي بداية شغلك اللي هيكون احترافي شوية داخل الفلاش CS5.5. عندي شوية اوبجكتات من هنا وعايز اخش بقى في السيمبولز وعايز احول الحاجات وابدأ اشتغل من خلالها. عندي حاجة هنا زي شيب عادي جدا، وعندي هنا كتابة، وعندي هنا اللوجو ده. تعال نشوف الموضوع ايه. اول حاجة لازم اعرف ازاي اخش داخل الاوبجكتات بتاعتي واتحرك فيها واطلع من دال ده. انا عندي حاجة هنا زي جروب، يبقى اللوجو ده كله عبارة عن جروب. لو عملت دبل كليك بخش جوه الجروب. جميل، الجروب فيه جروب واتنين، يبقى الجروب الكبير ده انا جواه وداخل لي فيه اتنين جروب. لو ضغطت دبل كليك هنا بخش على الجروب اللي انا فيه اللي هو جوه شيب، يبقى انا جوه جروب وجروب جوه جروب. رحت هناك ضغطت دبل كليك بلاقي هنا عندي شوية حاجات، وعندي هنا كمان drawing object وعندي هنا shape. ال drawing object من خصائصه اتكلمنا فيه في الاول خالص، قلنا انت لو عملت دبل كليك بتخش جواه وتلاقي فيه جواه ايه، هو شيب بس مكتوب لك ايه، انت جوه drawing object. اوكي، هنا في الحتة دي يبقى انت جوه drawing object. خد بالك من الليارات دي ما بتتحركش، يعني انت مهما دخلت جوه جروب او drawing object الليارات دي كأنك على الاستيدج من بره. لو غيرت فيها انت بتغير على الليارات الاساسية بتاعت المشروع بتاعك اللي بره خالص، مع انك جوه جروب جوه جروب جوه جروب. لما بطلع بره بلاقي نفسي طلعت بره خطوة خطوة، بطلع للسنس بتاعي. نفس الحكاية، ده جروب دبل كليك جواه بلاقي فيه عبارة عن كذا drawing object. وتعرفت ازاي قبل كده احول كل ده لايه، لشيء بريك ابارت من موديفاي والامر كنترول بي من الكيبورد. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت اتحرك جوه الكلام ده كله. عايز اشتغل على السيمبلز. يعني ايه كلمة سيمبلز؟ السيمبلز ده حاجة بتعمل لي الاوبجكت بتاعي نسخة منه داخل الفلاش عشان اتحرك بيه واعمل منه كذا نسخة، بحيث ان نسخة واحدة عندي تكفيني. ايه الحاجات اللي انا بقولها دي؟ طيب خليني اخد الشيب ده، واحد طاير زي ما انت شايف، حاجة بسيطة كده، وعايز احوله لسيمبل. لما تيجي تحوله لسيمبل بقول لك روح على موديفاي من فوق من هنا وقول له ايه، convert to symbol او F8 من الكيبورد. اول ما بضغط كده بيظهر لي مربع حواري وفي ايه، ثلاث اختيارات. اول حاجة موفي كليب، تاني حاجة بوتون، تالت حاجة الجرافيك. تعالى هاتها من اول موفي كليب. في حاجة اسمها registration point، ده نقطة الارتكاز بتاعته اللي هيقراها المحور اكس والواي. اوكي، بتبقى فوق او في النص او في اي حتة زي ما انت عايز. خليها الديفولت بتاعها فوق على الشمال. وهنا اللايبر روت، لو انت عايز تحدد له فولدر معين جوه اللايبرري بتاعك، عامل مثلا فولدر اسمه مثلا هيومن مثلا. اوكي، بتحدده له من هنا او بتقول له اللايبرري روت فبيدخله لك في اللايبرري على طول. اوكي، ممكن تعمل له نيو فولدر من هنا وقول له هيومن وتقول له سيلكت، ماشي، وتقول له مثلا دانس. الراجل ده هسميه دانس مثلا. اوكي، ايه بقى اللي حصل كل ده؟ تعالى على لايبرري، عمل لك فولدر اسمه هيومن ودخل لك فيه الاوبجكت ده اسمه دانس بالموفي كليب اللي انا اخترته. الموفي كليب دايما بيبقى العلامة الزرقاء دي وفيها ترس ابيض كده، ده اعرف ان ده موفي كليب على طول. ممكن اخده جوه بكذا مرة زي ما انا ان شاء الله 1000 مرة، مش هقول لك لا. جميل،
يبقى انا حولت كده دلوقتي الشيب لموفي كليب. تعالى بقى انا رجعته تاني ببريك ابارت او كنترول بي من الكيبورد. اوكي، تعال نشيل ده خالص وخلي الفولدر زي ما هو. ممكن حاجة كمان، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح واخد الشيب ده كله كده على بعضه، اروح جاي سحبه ومدخله فين؟ في اللايبراري بتاعتي، مش عايز يخش. طب اعمل ايه بطريقة تانية؟ ممكن بتفصل اللايبراري كده شوية كده، او مش عايز افصلها، انا ممكن ادخلها فوق هنا. اوكي، تبقى فوق كده لوحدها. ممكن اروح واخدها بقى واخد الشيب ده كله واروح جاي رايح وحاطه هنا كده. بص اللي حاصل في هنا، بدأ يعمل لك بوردر اخضر، برميه جوه الفولدر وبسيب. بيقول لك ايه؟ عايز تسميه ايه؟ والله هسميه دانس، وايه هتحوله لموفي كليب وريجستريشن بوينت بتاعته على الشمال زي ما هي. اوكي، بيعمل لي الدانس. يبقى عندك الطريقتين، انت عرفتهم دلوقتي. طيب انا ليه بعمل كل ده؟ عشان الموفي كليب ليه خواص غير البوتون غير الجرافيك. اوكي، طيب تعال نحاول ده. خلاص انا احتفظت بنسخة موفي كليب هنا، هخلي الشيب زي ما هو واقول له اف 8 تاني عشان احوله كونفيرت تو سيمبل، واشوف تاني واحدة اللي هي ايه البوتون، حوله معايا البوتون واقول له ايه برضه اسمه دانس. بس لو قلت له كده وقلت له اوكي، حتى لو ده بوتون وده موفي كليب، قلت له اوكي كده، هتبص تلاقيه قبل معاك مع انه نفس الاسم، اصل دي بوتون وده موفي كليب. لو كنت حولت الموفي كليب تاني بنفس الاسم كان اقول لك لا الاسم ده عندي. فانا دلوقتي ادخله جوه كده، بقول لك ايه، هو رمه لك بره، بقول لك ايه بقى، don't replace exist item ولا replace، don't replace. تمام، واخد نفس الاسم فبيعمل لك ايه، اسم افتراضي، بقول لك انت عندك دانس ما ينفعش اتنين بنفس الاسم بالظبط حتى لو كانوا اوبجكت. يبقى دلوقتي لو كان نفس الاسم وبره الفولدر مفيش مشكلة، لو جوه الفولدر ما ينفعش، لازم تعمل له اسم تاني. هنقول له دانس underscore btn مثلا، وهنا دانس underscore اختصار موفي كليب mc. تعالى تاني على ده وحوله بريك ابارت، يبقى انا عندي نسخة بوتون ونسخة ايه موفي كليب. تعالى هنا تاني ونحوله تاني لايه، من F8 لكونفرت تو سيمبل، وهات لي اخر واحدة الجرافيك وسميها دانس برضو. جميل، يبقى الجرافيك ايقونة تانية خالص. شايف هنا الموفي كليب بقت ايه، زرقاء وعليها ترس، البوتون زرار وعليه ايد كأنه بيدوس على زرار، انما دي عبارة عن ايه، جرافيك. فمديك الار بي جي او الريد والجرين والبلو. تعالى ادخله جوه جوه الفولدر، مش هقول لك اي حاجة، مفيش مشاكل، لان هنا ايه اسماء تانية خالص. فده دانس دانس اندرسكور جي ار جرافيك. طيب يبقى انا فهمت الثلاث انواع بتوعي، يبقى دول السيمبلز اللي انا بتكلم عليهم. يبقى لما تحول اي اوبجكت لسيمبل عندك ثلاث اختيارات، موفي كليب، بوتون، جرافيك. موفي كليب علامته دي، البوتون علامته ده دي، الجرافيك علامتها دي. طيب جميل قوي، انا عايز استخدم كل دول على الاستيج بتاعي، ممكن؟ ممكن، لان انا خدت منهم نسخة. ده ايه، هروح على البروبرتيز، ده الجرافيك. جميل، اعمل واحدة جرافيك كده، دي جرافيك خلاص. افتح المكتبة بتاعتي وهات لي الموفي كليب ده، ماشي، وهات لي البوتون ده،
دي على جنب شوية. جميل، تعال نعمل تيست الموف مع بعض بكنترول انتر. تعال نشوف الفرق كده. البوتون اللي على اليمين ده فاتحول للايد لان ده بوتون، المفروض يبقى لينك او اي حاجه بتاخد امر من خلال لغه اكشن سكريبت 3. هنا ده كان ايه؟ ده كان موفي كليب ما فيهوش اي مشكله، ده كان جرافيك. ايه الفرق بين الثلاثه؟ كل واحده من دول ليها اختصاصاتها، هنفهم الكلام ده بالتفصيل الممل ونفهم ايه الموضوع. بس انا دلوقتي في المحاضره دي هوضح لك ازاي تحول اي اوبجكت لسيمبل وايه انواع السيمبلز وازاي تختارها. جميل، حاجه زياده كمان في الفيديو ده، انا عايز اعمل سيمبل ليه؟ خليني امسح ده وامسح ده، هخليني على الموفي كليب. تعال نشوف مساحه الفايل بتاعي، مهمه جدا حكايه موضوع المساحه بتاعتي، لان احنا اتفقنا ان احنا شغل الفلاش كله على الويب، فالكيلو بيفرق معاك. تمام، تعال نعمل كلير. هنا بيظهر المساحة. لو عملت تيست الموفي بيقول لك المساحة كام؟ 3.6 كيلو. طيب ماشي جميل. لو جيت عملت السيمبلز ده كذا مرة، لو دوست على كنترول وفضلت اعمل السيمبل ده مرات كتير، اخد منه نسخة، نسخ كتير، كويس، وعايز اخد دول كمان، هاخدهم كنترول عشان اعمل نسخ اسرع شوية، ودي هعمل حاجة زي كده. مليت الاستيج ايه حاجات من دي. طب تعالى نعمل تيست الموفي، والمفروض يبقى مساحة العمل كام؟ تعال نشوف، مع ان عملنا كتير قوي، مساحة العمل كام؟ 3.7، مع اني كررت الاوبجكت ده كتير، اكتر من 20 30 مرة، ما ادانيش الا ايه؟ فرق بسيط جدا، في حين اللي انا لو عملته من غير سيمبول هيديني مساحة اكبر. تعال نمسح كل ده، وانا عايز واحد بس فيه. سيبه ده اهو، تعال نحوله لشيب. اوكي، طبعا شيب مش من ضمن البارتيتا دي كلها، لا هو موفي كليب ولا هو جرافيك ولا هو بوتون. تعال بقى على الشيب ونعمل نفس اللي احنا عملناه. اوكي، نقفل الاتنين لير دول، وهات دول، وخد لي هات الأربعة، هاتهم تاني. عملت نفس اللي أنا عملته. تعال نعمل كنترول وإنتر، وريني بقى مساحتك، هنلاقيها 5 وكام؟ 4. طبعا احنا بنتكلم بالكيلوات، يعني حاجة لا تذكر، بس تعال نقارن بين بين العلاقة دي وما العلاقة دي، تقريبا زاد النص، يعني زاد نص حجم الملف. يبقى قبل كده لما انا خدت نسخة من السيمبل لو كان موفي كليب وعملت ده كله، زود لي ايه؟ ما حصلش 1 كيلو، ده 1.1 كيلو. ولما عملته بالفيكتور او بالشيب بس، زاد لي قد ايه؟ تقريبا اكتر من نص حجم الملف. يعني افهم من كده، افهم من كل اللي انا عملته ده حاجه واحده، ان انا لما بستخدم نسخه سيمبل عندي، ولكن ليكن موفي كليب او بوتون او اي حاجه، وكررتها، ما بديش مساحه. كررتها على الاستيدج بتاعي زي ما انا عايز، ما بديش مساحه، يعني مساحتي تبقى بسيطه. انما لو خدت اوبجكت لوحده مش داخل السيمبلز ده، زي الشيب او الفيكتور اللي انا بعمل له استيراد من بره، هيعمل لي مساحه. تمام، فدي حاجه مهمه جدا جدا، ركز عليها.